شنهدوك تكرفص اخويك تكرفص 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 واحد تكرفص خايبه تضرب في الوجه ديالي تحل لي الوجه ديالي نسالي ولي تنحس بيه خير. السلام عليكم، كدير انا اخوتي بخير؟ الله يحفظكم اخوتي واخواتاتي. انا اخوتي جيت بغيت نعاود لكم واحد البروبليم، كان واحد القصه وقعت ليا. انا كنت فكيت واحد السيده، واحد السيده كانوا شادين واحد العصابه وجيت فكيتها، ومن فكيتها اخوتي تضربت في الراس تضربت في العينين، ما بقيتش نشوف، وبقيت تنجري اخوتي تنجري مع عيني تنقول الله وعسى نعالج عيني باش حيت انا عندي مسؤوليه وكانت عندي المراه وعندي السيد اللي كاري عنده المحل حتى هو، بغيت نعالج عيني ما تنشوفش انا في الدوسي. حدي حطيت الوراق ديالي حطيتهم في الكوميساريه صافي، بقيت تنضارب في عيني، بغيت عيني نعالج عيني. وخوتي الناس هادو تكرفسوا عليا بزاف، والحياه ديالي صار حد قال دمرات 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 دمرات. بالنسبه للمراه حتى هي منين شافت ما بقيتش نشوفو صيفط البطلاق ديالها وزات وليدات ديالها وخرجات، يعني الله يدير لي شي تاوين وصافي. خوتي الله يسر عليكم، انا تنطالب وتناشد، انا بغيت شي محسن ولا شي جمعيه تعامل معايا في هذا الشيء ديال العمليه، بغيت ندير عمليه العين. هادشي اللي تنطالب، هادشي اللي تنطالب، والله يحسن العوان على كل واحد وعلى كل انسان. انا واحد القضيه ما تنعرفش نهضر، ما تنعرفش نوصل الهضره، لا بغيت نقول شي حاجه ما نعرفش نوصلها، ولكن يا خوتي فهموني الله يستر عليكم، فهموني الله يجازيكم بخير. كانوا هما ثلاثه اخويا حتى ولاو 32 واحد، 32 واحد اخويا بالسميات ديالهم. ود الثلاثه هادو اللي كانوا شادين يعني معروفين تما اخويا، يعني انا ما تنعرفهمش، انا بحكم بنت لي المراه تغوت يعني خاصني نفكها صافي. ضربوني بجنويه، جنويه الوجهي تضربت بجنويه، قرعه ديال الشراب بقاو تيفرشخوا عليا قرعه ديال الشراب بزراوط راسي، يعني راسي عرف شناهو، يعني تبهدلت واحد التبهديله اخوتي، تبهدلت عرف شناهو، تشوف بنادم طايح للارض ولكن انت 32 واحد بارك فيه شتا فعليه اللي هاز جنويه اللي هاز زرواطه اللي هاز، ولكن انت شلخو فيا اخويا زعما ما حنوش فيا. واش نقول لك، العمر باقي طويل، حيت البوليس ملي مشاو معايا للبلاصه يعني المكان منين ساقوا الخبر انهم 32 واحد، قالوا لي يا خويا راح في داك البلاصة عمر تكتب لك عمر جديد. وانا خويا تناشد تناشد اخوتي الله يستر عليكم، تناشد سلحموش الله يستر عليك الله يجازيك بخير. لما دخل في هذا الدوسي، دخل في هذا الدوسي، الدوسي هذا عندي راه ولا تيقولوا لي عندك تقادم فيه، والدوسي هذا تيقولوا لي التقادم وكيفاش تقادم. واحد الانسان كان خدام بخير وعلى خير ما خاصو حتى شي خير، تولي دابا سي حموش ولي تنتسنى الصداقه يجي بنادم يصدق عليا. الله يسر عليكم اخوتي، ما باغاش نبكي حيت لا بكيت هاد العين عرفت شنو الدموع تيخرجوا منا الدموع، ولكن يا خويا تنتكرفص بالليل. تصور واحد القضيه اخوتي طونسيون تطلع لي ب 90، طالع لي ب 90، يعني لا يفهمني من الناس اللي مثلا تيمدوزو عن طونسيو او هما اللي غيفهموني 90، يعني اخوتي ما تنعش 10 زعما ما ماشي غنقول لا انا درت 10، ما لا داكشي ديال الله، داكشي ديال الله، داكشي مكتاب كتابو. اي واحد القضيه اي واحد يقدر يدير هذاك لي زيس اللي درت انا، اي واحد يقدر يديرو، حيت انا ما تنشوف ما عنديش مع الظلم، ما عنديش عليا الظلم. جوش لي